السلام عليكم طلبة الأعزاء، قبل ما نبدأ بالمحاضرة خلي نعرف بأنه إحنا بقائنا بالمنزل يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، والسلامة والصحة للجميع. اليوم راح نذكر طرق أو المعالجة بطريقة الإفاضة. أكيد أولا مقابلات التشخيص، بهذه الطريقة في مقابلات التشخيص يقوم المعالج بتحديد الظروف اللي تثير العصبية والقلق عند المستشفى. يعني احنا من نعرف انه يعني المستشفى يعاني من قلق او يعاني من توتر معين بسبب ظروف معينة، يعني موقف معين، في طريقة المعالجة بالإفاضة أو التخيل أول خطوة يقوم بها المعالج أنه يحدد الظروف اللي أثارت العصبية أو أثارت القلق عند المستشفى. يعني هل كانت هنالك مثلا مشاكل أسرية، هل كانت هنالك مثلا مجادلات بين المستشفى وبين شخص معين، كأن يكون في مجال عمله، كأن يكون في مجال الأسرة، كأن يكون في المجال التربوي، كأن يكون طالب مع أستاذ أو طالب مع طالب آخر، وصارت عنده هذه الأشياء بسبب ظرف معين فلذلك أثارت عنده العصبية أو أصبح قلق في بعض الأحيان من موضوع معين. فمن أهم يعني من الطرق الستة اللي يقوم المعالج بطريقة الإفاضة بالتخيل، أول خطوة يقوم بها أنه يعرف الظروف واللي أثارت العصبية والقلق عند المسترشد، وكيف حصل عنده القلق أو كيف أنه أصبح عصبي. فأول خطوة أنه نحدد الظرف اللي كان به هذا المسترشد. شكرا لإصغائكم، وإن شاء الله نكمل.